مترو بغداد مشروع يلوح في الأفق على طريق خطوات فك الاختناقات المرورية والحد من ظاهرة الزحام في مدينة يربو عدد سكانها على 9 ملايين نسمة، وهو عدد آيل إلى الزيادة مع حجم التوافد السنوي إلى العاصمة بغداد من المحافظات الأخرى ومدن عربية وآسيوية بهدف العمل، كما يبلغ عدد المركبات السائرة في طرقاتها 5 ملايين مركبة، على الرغم من أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 250,000 عجلة. مشروع مترو بغداد الذي سيربط المدن السكنية الجديدة والطرقات الرئيسية في العاصمة، تم الإعلان عن إطلاقه ضمن إتاحة الفرص الاستثمارية من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس الماضي، على خطى شبكات النقل التكنولوجية في الدول المتقدمة، مما يحل أزمة المرور ويسهل حياة المواطنين في تنقلاتهم اليومية على غرار أهم مدن العالم. المشروع يتكون من 7 خطوط بطول 148 كيلومتراً ويغطي أغلب مساحة بغداد، ويضم 14 محطة طرقية موزعة بين مناطق بغداد الرئيسية، كما سيمر المترو في مسارات متعددة بطاقة نقل استيعابية تصل إلى 3 ملايين راكب يومياً، إلى جانب توظيف التكنولوجيا وحفر الأنفاق لسلاسة التنقل وتفعيل الصيانة الدورية. هذا المشروع يؤسس لعملية ربط مع المدن الخمس الجديدة قيد البناء، مما ينطوي على نقلة مهمة في مجال شبكات الطرق والتنقل داخل العاصمة المكتظة بالسكان.